فيه ما دام انه في مجلس فيه فن يسمونه فن المجالسي ويرددون البيت اللي بعد هذا يرددون ايوه. ففي قصيده مره سويتها على فن المجالسي يقول ناب ذكر الله عزيز الجلال وعلي ولا غيره على الكون وعلي وامدبر الإنسان في كل حالي سبحان اللي يعلم الجهر والغيب وسبحان اللي يعلم الجهر والغيب والله يا قلبي كثير همومك وليا عزمت الوقت يخلف عزومك والله يلوم اللي يحاول يلومك تاخذ من الدنيا دروس وتجارب وتاخذ من الدنيا دروس وتجارب قال والحظ مع درب عسر يقف ويطيح وان قلت وشبك قال لك وقتك شحيح وان قلت سو سوات حظ المفاليح قال النصيب يصيب خل المناصيب وقال نصيب صيب خلى المناصيب وان قلت لا تصطاد غير السماني روح وفي حزة مواعد هجاني جاني وقال العشر رجعت ثماني لا يكثر شمعتك ولا ظنك يخيب ولا يكثر شمعتك ولا ظنك يخيب وان قلت ادور حل ما لقيت لي حل والجسم من كثرة تفاكير من حل ودنياك كم ينزل به وكم يرحل وتشيب اللي ما وصل حزة الشيء ما تشيب اللي ما وصل حزة الشيء وتقلب كم مواج البحور المخيفة وتبصر بها عيونا من أول كفيفة ولا بد ما تصير ثقيلة خفيفة وممكن تحقق لك جميع المطالب ويمكن تحقق لك جميع المطالب واسعى سعي الرجال الصناديد لجل المراجل بالقدم تقطع البيد والحال يشبه حال قناصة الصيد والله واعلم وش تجيب المكاتب امر الله واعلم وش تجيب المكاتب
والماء سعد لمن شغل عن صلاته ويسعى لجل يرضى الولي في حياته وحسناته تغطي على سيئاته في يوم يجزى راعي الطيب بالطيب وفي يوم يجزى راعي الطيب بالطيب. سلامتكم. يا سلام سلام ما شاء الله الله ما شاء الله الله يبيض وجهك ويرفع قدرك. ناخذ مع ابو تركي كذلك اللي فازوا معنا.